أهلا بكم أحبائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج رأيي. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنه لن يسمح مطلقا لشركات التجائر الإلكترونية بتصنيع منتجاتها داخل تركيا. الرئيس أردوغان حث المواطنين على الإقلاع عن التدخين وشرب الشاي بدلا من ذلك. الرئيس أردوغان أضاف أيضا بأن التدخين حرام شرعا. وكما تعلمون فإن منظمة الصحة العالمية في السابق كانت قد كرمت الرئيس أردوغان نظرا لمجهوداته في مكافحة ظاهرة التدخين. كما قامت أيضا السلطات التركية في السابق بمحاولات عدة وذلك من أجل منع المواطنين الأتراك من التدخين، وظهر هذا جليا في القانون الذي صدر في عام 2009 والذي يحظر التدخين في الأماكن العامة والمغلقة. عموما أحبائي المشاهدين، دعونا نشاهد مقطع الفيديو التالي والذي نرصد فيه ماذا قال الرئيس أردوغان بالتحديد عن التدخين، وأيضا دعوته للشعب التركية بالإقلاع عن التدخين والاتجاه لشرب الشاي. دعونا نشاهد. benim hemşehrilerim aynı zamanda son derece zeki ve esprilidir. Rize günlerinin bu seneki temasında Rize'nin o ince zekasına, pratikliğine bir kez daha şahit oluyoruz. عدنا لكم مجددا أحبائي المشاهدين. كلمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ألقاها في مدينة ريزا قبل يومين. بالمناسبة ريزا هي مسقط رأس الرئيس أردوغان، وكما ترون فإنه يرتدي الشعار الخاص بالنادي هناك في إشارة منه لانتمائه لهذا المكان. أيضا بمتابعة هذا الخطاب سنجد تسلسل رائع في تلك الكلمة، حيث بدأ الرئيس أردوغان بالإشارة إلى حرمة التدخين، ثم تحدث عن الأمراض التي يأتي بها التدخين، ثم تحدث عن العقوبات التي تم إقرارها في القانون التركي ضد المدخنين. هذا الأمر يدل على مدى وعي الرئيس أردوغان وعلى مدى وعي السلطات التركية بأهمية مكافحة تلك الظاهرة. عموما ينضم إلينا الآن الأستاذ طه عودة الكاتب الصحفي التركي. أهلا بك أستاذ طه. أهلا وسهلا. بداية، كيف تابعت كلمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فيما يتعلق بمحاربة التدخين؟ نعم، يعني الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هو معروف يعني منذ فترة، يعني كان رئيسا للوزراء من كرته للسجائر، وحتى أن هناك بعض الوزراء على جانب وأقنعهم بالإقلاع عن التدخين، وحتى بعض المواطنين هنا في تركيا حتى ما تابعنا جميعا أيضا، يعني هناك أخذ تصريح له عندما يتحدث يعني اشربوا الشاي واتركوا السجائر. لاحظنا يعني من خلال التصريحات المتكررة من قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والخطوات التي أقدمت عليها البلاد خلال الفترة الأخيرة، هي كانت لها عامل كبير في ترك عدد كبير من المواطنين، تراجع عدد المدخنين هنا في تركيا إلى نسبة كبيرة. كما تعلم تركيا هنا من أكثر شعوب العالم تدخينا، خاصة حتى من يعني هناك بعض ما تقول من حتى من قبل النساء أكثر من قبل الرجال، هذا نقطة. ولكن على كل الأحوال يعني الرئيس يعني التركي هو كان له عامل كبير في يعني هذه الظاهرة وإقناع عدد كبير من المواطنين على هذا على الإقلاع، وأيضا حتى أنه ينفاز أو حصل على بعض الجوائز في هذا الإطار وفي هذا المضمار. صحيح، كان هناك حديث عن أن نسبة المدخنين 31% ثم تراجعت إلى 26%، ولكن حتى بالنظر في الشارع نجد بأن نسبة المدخنين كبيرة للغاية كما أشرت أنت أستاذ طه. عموما، هل تعتقد بأن كلمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأيضا الإجراءات التي تتخذها الحكومة من أجل مكافحة هذا الأمر، هل تجد بأن لها صدى كبير لدى المواطنين الأتراك، وهل تعتقد بأنهم يتفاعلون مع هذا الأمر بقوة؟
يعني من دون شك يعني ان احنا اذا تحدثنا يعني قبل عقد من الزمن راح نلاحظ هناك تغيير كبير. يعني لا نستطيع ان نقول بان يعني تصريحات الرئيس التركي وهذه هي سوف في ليله وضحاها تستطيع ان تغير الواقع هنا في تركيا. ذكرت لك تركيا من اكثر شعوب العالم تدخينا هنا حتى يعني نسبه كبيره ما بين الرجال والنساء. ولكن نعم لاحظنا هناك من الاجراءات التي اقدمت عليها الحكومه حكومه الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الحاليه والسابقه كل هذه الحكومات هي ساهمت بشكل كبير خاصه فيما يتعلق بتدخين في المناطق العامه في السيارات في المحلات. كل هذه الامور كانت لها مساهمه والتقليل من شرب التدخين او تناول السجائر خاصه اذا يعني لاحظنا بان التصريحات من قبل الرئيس هي ليست مثلا فقط اقتصرت على تصريح سابق ولكنها دائما متكرره من قبل الرئيس رجب طيب اردوغان. بالفعل على ذكر هذا الامر تلك الكلمه ذكرتني استاذ طه بحديث سابق للرئيس اردوغان حينما قامت السلطات التركيه بمنع مهرجان للخمور. هذا الامر اثار غضب فئه معينه من قطاع المحب لهذا الأمر المستنكر، ثم قام رئيس أردوغان عقب هذا الأمر بإلقاء كلمة تحدث فيها عن حرمة الخمور ودعا أيضا المواطنين الأتراك لشرب الأيران وقال بأن المشروب الرسمي للدولة التركية هو الأيران. فكيف ترى استراتيجية الرئيس أردوغان في التعامل مع مثل هذه الظواهر؟ يعني الرئيس التركي يعني حقيقة من خلال يعني تقريبا نقول يعني عقدين من الزمن حتى عندما كان رئيسا لبلدية اسطنبول هو بدأ مرحلة التغيير. يعني نتذكر جميعا عندما كان رئيسا لبلدية اسطنبول وكان يخاطب هو حقيقة كان دائما خطاباته هي موجهة للشباب، الشباب هم عماد الوطن في كل مكان. واعتقد كان في البداية كان هناك يلقى نفورا ولكنه في الفترة الأخيرة أصبح حتى من قبل غير المحبين له أصبح مقبولا بسبب يعني هناك تصريحاته ومصداقياته في كل ما يتحدث وخاصة في الأمور التي هي تحاكي المواطن أو تخاطب حياة المواطن. تحدث نعم عن كما ذكرت عن نقطة موضوع الأيران هذا مشروب شعبي ومشروب مشهور هنا في تركيا وهو دائما هو يتناول ينسج على المواضيع اللي هي قريبه من الشعب القوميه نوعا ما. كل هذه الامور حقيقه كان لها طبع على الشارع التركي ولدى المواطن التركي ولاقت اهتماما وترحيبا كبيرا في كافه الاوساط. استاذ طه اللافت للنظر ايضا هو اقتحام الرئيس اردوغان للمواضيع الجدليه وايضا قوله الحق في تلك المواضيع دون النظر لهل يمكن لهذا الامر ان يقلل من شعبيته ام لا. يعني انا بتصوري هنا اللافت يعني في تصريحات الرئيس رجب طيب اردوغان هو دائما حقيقه يطرح المشكله ويضع جنب المشكله الحل وخاصه في قضايا المواطن وخاصة يعني كما تحدثنا عن موضوعنا الأساسي وهو موضوع السجائر. يعني هذه هي تعتبر هي نقطة أساسية في حياة الشعب التركي. الشعب التركي هنا نقطتين هو يقوم عليها المواطن التركي هنا منذ فترة وهي كأس الشاي والسيجارة. لكنه عندما يتحدث أو يتناول هذا الموضوع الأساسي لدى الشعب التركي ويحاول يقوم بالتغيير أستطيع أنه دخل بشكل كبير في عقول هؤلاء الناس كما دخل في قلوبهم منذ فترة. نعم الرئيس أردوغان ذكر أيضا بأنه لن يسمح مطلقا لشركات السجائر الإلكترونية بتصنيع منتجاتها داخل الدولة التركية. فكيف تابعت هذا الأمر أستاذ طه؟ يعني هو اعتقد يعني هو تصريح جديد من قبل الرئيس اردوغان عندما يعني قال بانه لن يسمح ابدا لشركات السجائر الالكترونيه التي هي حقيقه في الفتره الاخيره انتشرت بشكل كبير واضرارها هي لا تقل عن اضرارها اضرار السجائر العاديه. وهو حاول دائما ان يطبق خاصه ان هذه القضيه تجاريه اكثر منها قضيه اخرى ولكن اضرارها كبيره بالنسبه للمواطن التركي وانها هي احتياليه تحتال على المواطن بانها هي فقط
يعني لا تؤثر عليه او لا لا توجد لها اضرار، ولكن الرئيس التركي هو وضع النقاط على الحروف، وعندما حتى الاتراك وضع الشعب التركي على شط الشاي بدلا من ذلك. نعم بالفعل. أستاذ طه، دعنا نلقي نظرة على التغريدات والتدوينات التي تحدثت حول هذا الأمر على موقع التواصل الاجتماعي تويتر. التغريدة الأولى التي لدينا من محمد، والذي كتب ليقول: رئيس تركي رجب طيب أردوغان يقول إنه لن يسمح أبدا لشركات السجائر الإلكترونية بتصنيع منتجاتها في تركيا، وحث الأتراك على شرب الشاي بدلا من ذلك. السؤال هنا أستاذ طه، هل ترى بأن السلطات التركية وإجراءاتها فيما يتعلق بمكافحة التدخين، هل تعتقد بأنها كافية؟ بمعنى أنه القانون الصادر في عام 2009 والذي يحظر التدخين في الأماكن العامة والمغلقة، هل هذا الأمر كافي للحد من ظاهرة التدخين؟ يعني التصور، أعتقد الخطوات التي قامت عليها منذ عام 2009 إلى حتى هذه اللحظة هي غير كافية حتى هذه اللحظة، ولكنها كما ذكرت لك في البداية حققت إنجازات، خاصة في شعب مدمن على التدخين. أقول يعني هذه الكلمة، وأن تحدث هذه التغييرات خلال هذه الفترة أعتقد هو إنجاز كبير للحكومة التركية. نعم، اللافت للنظر أيضا في حديث الرئيس أردوغان هو تجديده على حرمة التدخين، وأيضا دعوته لهيئة الشؤون الدينية بأن تتحدث حول هذا الأمر، فكيف ترى دور الديانة التركية في مكافحة التدخين أستاذ طه؟ يعني الديانة التركية كما تعلم هي التابعة للرئاسة التركية، كانت هناك بعض الندوات التوعوية داخل البلاد، ذكرت لك بداية حديثي هناك طرح المشكلة، بجانب طرح الحال، هي تقوم بمعالجة المدمنين على التدخين، توفير هناك قضايا أخرى أو بدائل أخرى لهذا التدخين، وهو دائما العامل السياسي مع العامل الديني هو مكملان لبعض. أعتقد أن رئاسة الشؤون الدينية التركية لعبت دور كبير، حتى لاحظنا خلال السنوات الماضية حتى في خطب الجمعة وفي المحاضرات الدينية التي في الجوامع تم تناول هذه القضية. استفتها الإعلام العربي الموالي للأنظمة الشمولية، وجدناها أخذ هذا التصريح لرئيس أردوغان وهو حديثه عن السجائر الإلكترونية، وقام بالهجوم عليه، وادعى أيضا بأنه يقوم بقتل السوريين في الشمال السوري، فكيف تابعت هذا الأمر والهجوم المستمر والمتتالي من الإعلام الموالي للسلطات الأنظمة الشمولية في العالم العربي حتى أيضا والعالم الغربي وهجومهم على رئيس أردوغان؟ يعني أعتقد يعني هذه القضية هي قضية، لا أعتقد يعني أن هناك مهاجم، حتى أن دول الاتحاد الأوروبي هناك دعموا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وهذه القضية كما ذكرت لك هي ليس تتعلق بالسياسة، هي قضية فقط داخلية، قضية الهدف منها نعم هناك هدف اقتصادي لا يخفى على أحد، وأعتقد خطوة جيدة يعني قبل الأتراك عندما أقلل من السجائر تعود هذه الأموال إلى خزينة الدولة، ولكن في النهاية هنا الرئيس التركي هو يفكر حقيقة، يفكر في مصلحة شعبه ويفكر في مصلحة يعني صحة المواطن التركي، عندما تكون صحته جيدة تكون البلاد هي في خير وسلام. نعم أستاذ طه عودة الكاتب الصحفي التركي، أشكرك شكرا جزيلا على كل تلك الإيضاحات التي أوضحتها لنا. أحبائي المشاهدين، اسمحوا لنا الآن بأن نشاهد مقطع الفيديو التالي والذي نرصد فيه لحظة نصح من الرئيس أردوغان لأحد المدخنين بأن يقلع عن التدخين، دعونا نشاهد. هذه يبقى بوك نيزور رمضان ده سجاير يشوف خير دمك زور دي نفيس 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 تربيه فيم سن يا ربي ben bu mübarek cuma gününde sigarayı bıraktım. أهلا لكم مجددا. الجد في مقطع الفيديو هذا هو أن الرئيس أردوغان طلب من المرافقين له ومساعديه بأخذ رقم تليفون هذا الرجل ومتابعة ما إذا كان هل قام بالإقلاع فعلا عن التدخين أم لا.
أيضا رئيس أردوغان يظهر في هذا الأمر هو حرصه الشديد على صحة الشعب التركي. هذا الأمر تجلى جليا في التدخين حينما أعلنت الحكومة التركية عن سعي كل المستشفيات لعلاج من أقلعوا عن التدخين مجانا. هذا الأمر يدل دلالة قطعية على حرص الحكومة على إنهاء هذا الأمر. عموما دعونا نلقي نظرة الآن على باقي التغريدات التي لدينا. ناهد كتبت لتقول: أردوغان لن أسمح أبدا لشركات السجائر الإلكترونية بالعمل في تركيا، فإنها تزداد ثراء من خلال تسميم الناس. دعونا نرمي السجائر ونشرب الشاي التركي، اللي بده يسلطن يشرب شاي سلطان أردوغان. بلا شك أن تلك التدوينة تدل على مدى قوة الرئيس أردوغان وعلى استقلالية القرار، بمعنى أننا لم نجد أي رئيس لدولة عربية يتحدث في مثل هذا الأمر، بالرغم من مخاطر التدخين الدائمة التي نجدها في العديد من الصحف والمجلات والنشرات والدوريات الطبية والتي تشير إلى الأضرار الجمة الناتجة عن التدخين وعن المشاكل الصحية التي يتسبب فيها هذا الأمر. دعونا أيضا نلقي نظرة على التغريدة التالية التي لدينا. حازم عادل كتب ليقول: أردوغان طلع النهاردة بيتكلم إن السجائر حرام وعاوز يعمل ضرائب إضافية عليها. الشعب التركي من أكثر شعوب العالم تدخين. أيضا هذا الأمر يدلل بالفعل على انتشار هذا الأمر سيء للغاية بين صفوف الشعب التركي، وأن هذه المهمة صعبة للغاية على رئيس أردوغان، إلا أنه بالفعل اقتحمها ويريد بالفعل تخليص الأتراك من تلك الظاهرة السلبية، خاصة أيضا بعد الأضرار التي أشار إليها في خطابه والتي تتحدث عن إصابة المدخنين لا قدر الله بسرطان الرئة والعديد من أمراض الجهاز التنفسي وأمراض الربو والعديد من الأمراض. ولكن يبدو بالفعل بأن الرئيس أردوغان بإذن الرحمن قادر على إنهاء هذه الظاهرة. أحبائي المشاهدين، وصلنا معكم لنهاية حلقة الليلة من برنامج رأيي. أشكركم شكرا جزيلا على حسن المتابعة. دمتم في حفظ الله ورعايته. إلى اللقاء.